والله يفترض بالمصارف او يفترض بالحكومه الرشيده انه تدعم مدينه الموصل، هاي المدينه الجريحه. يعني اغلبيه المصارف تشوف عن التواصل الاجتماعي يوجد قرض في شركه الرافدين او شركه اشور، زين، بينما تيجي تسالهم يقولوا ماكو قروض. ماكو. حين موجود القروض تشوف التعقيدات، يطلبون منك شروط تعجيزيه. تصور القرض راح يساعد المواطن ويساعد المدينه بصوره عامة؟ طبعا ايش ما يساعده؟ يعني هسه نحن عندنا بالباب السراي، عندنا المحلات اللي مهدومه، لو الدوله شوي ساعدنا وتنطينا قرض، اللي ما يقدر يبني المحل ماله يقدر يبنيه بالقرض. اللي يريد عنده فرد مشروع معين يقدر ياخذ قرض ويرجع يسدده، فيا ريت انه انظارهم علينا وينطون هالقروض هذه وهالمواطنين هذا وينهضون هالشباب هاي اللي قاعده على الطاله بالطاله. هذا روتين العرقله، زين، وخاصة بالقروض، يعني يعرقلون الشغلة بينما المواطن محتاجة بشكل حتى يعيش، لأن بحاجة إلى دعم، وهذا يصب بالحكومة المحلية. المفروض هي توجه المصارف وشركات الاستثمار. أكيد أكيد، حتى يدعمون هذا المواطن، خاصة الشباب. يعني الشباب عندنا مسحوق بحاجة إلى دعم والله. يعني أي دائرة ساعة تفوت عليها ازدحام وسرة طويل والمواطن يعاني وماكو حل للمشكلة، وأكو أمور عصية. يعني إحنا في غنى عنا أنه من جوة لجوة وينطي هلقد حتى تمشي شغلايته، هذا إحنا هاي الشغلاية ما نغيدها. القروض كلش مهمة، خاصة أنه عندك الشباب، اكو شباب في العفو عاطين عن العمل فيفتحوا المشاريع للزواج، فالناس تعباني محتاجي والبنوك، فلازم تسهل مع المواطنين. بالنسبه للقروض هي دول المفروض تسهل امور المواطنين، لان يعني الناس تعباني، الناس كثير تعباني.